دكتور ياسين بلحي مختص في امراض وجراحه الاذن الانف والحنجره. جيت اليوم باش نجاوبه ونصحه بعض الاعتقادات الشائعه اللي بعتوها منه. سؤال مهم جدا، البحه او لا ديسفوني تقدر تكون عند ناس وين قاسهم بركه تي فيروس دونك ديروا لارانجيت، التهاب في الاحبال الصوتيه على بها تجينا هذيك البحه، ولا تقدر تكون حبه دي تومور كي بوف اتر بينين ولا ميم مالين. دونك هذاك الحاجه اللي حنا نخافوا منها كي تجي عندنا مرض عنده بحه مزمنه، كي البحه هذيك تكون فاتت شهرين ثلاث شهور سته اشهر، خاصه عند الاشخاص اللي تكيف دونك لي غرو فيمور، حنا نخافوا من لي كونسير دو لارانكس. دونك الرساله تاعي لكامل المدخنين، في بالكم بلي ما كاش فقط سرطان تاع لي بومون، كاين اوسي لو كونسير دو لارانكس كي تري امبورطون، لازم تردوا بالكم منه. الو في لا سوسيتي تاعنا بزاف ناس تشتكي مش خير، خاصه جينيرالمون سي لي كونجوان دونك الزوج ولا الزوجه اللي تجي تقول لك راجلي ولا مرتي راهو يتشخر بزاف. المشكل حنا عندنا كاخصائيين هو انه نلقاو المشكل تاع الشخير هذاك، ولكن ماشي هذاك هو لو فغي بروبليم. المشكل كيولي فيه ضيق في التنفس، وين الواحد يولي يفطن في الليل وما يقدرش يرقد، وتسبب له مشاكل كثيره ماشي فقط على النوم تاعو، مي يولي حتى يكون ايريتي ويولي يكون منرفي ما يرقدش العيا لا فاتيك اي تو سا. هنايا وين نقدروا نخمو الى حلول اما بالميديكامون ولا حلول جراحيه. الالتهاب المزمن تاع اللوزتين لي زاميغدالي كترونيك ولا لي زونجينا ريبيتيسيون يجيو عند الطفل الصغير، لكن ماشي تمتم نقولوا باللي هاد اللوزتين لازم نحيوهم، دائما نخليو اون بيريود تاع اون اني دو زون دوبسيرفاسيون، وين لازم نشوفوا الطفل هذا كيفاش راح يتجاوب بالادويه اللي تنقص الالتهابات. لازم تكون فيه علاقه ثقه بين الطبيب والاولياء، باش ماشي كل خطره يبدلوا الطبيب ويقولوا هذاك الطبيب قالنا نحيو اللوزتين وواحد اخر قالنا ما تنحيوش اللوزتين. دونك لازم تخليو الوقت للطبيب تاع الطفل تاعكم يتابع الحاله تاع الاطفال باش شوف وقتاش يلزم ينحي هذوك اللوزتين. جينيرالمون نقولوا ابارتيغ دو سن 4 سنين نقدروا نحيوهم، مي اذا كانوا هذوك اللوزتين كبار بزاف وما يخليوش الطفل يرقد ويقطع فيه النفس نقدروا نحيوهم من قبل. الوغ الحساسيه هي قلنا عوامل خارجيه اللي حتاثر على لا ميكوز تاعنا او نيفو دو رينوفارينكس، دونك لا ميكوز تاع الانف تاعنا وكامل الحنجره ولا حتى الاذنين. اما الروم هو التهاب تاع كامل القنوات التنفسيه اللي راح يكون جينيرالمون دو ا دي فيروس ولا دي سيغ انفيكسيون باكتيريان، دونك فيروس كيما لي كورونا فيروس. الواحد اللي يهمل الحساسيه تاعو تقدر تسبب له انسدادات كبيره في الانف تاعو، تقدر هذاك المشكل يروح حتى الى الجيوب الانفيه تاعنا اللي هما عباره عن دي شومبغ انكسي لافاس تاعنا، وتسبب في التهابات تاع هذه الجيوب وهي اللي نقول لها دي سينوزيت. الوغ لي زونتيبيوتيك دونك المضادات الحيويه ما لازمش نستعملوهم بطريقه اوتوماتيكيه، على خاطرش ماشي كل التهابات تاع اللوزتين ولا حتى الحنجره راح يكون بكتيريا اللي تسبب هذوك الالتهابات، يقدروا يكونوا فيروسات. الفيروسات ما يلزمش نداويها بلي زونتيبيوتيك.